انا هخش في الموضوع على طول. هو يعني ايه accent؟ pronunciation variety، يعني تنوع في النطق، والسبب في ده بيبقى التنوع الجغرافي. فكل مجموعة بيكون ليها طريقة معينة في النطق، في الطريقة. يعني مثلا احنا في مصر كلنا بنتكلم عربي، لكن هل كلنا بنتكلم كلنا زي بعض؟ اكيد لا. عندك اسكندرية مثلا هتقول لك انا نجحت. طيب احنا القاهرة وجيزة والناس دي بتقول لك انا نجحت. الصعيد، سوهاج، هنا الناس اللي هي في الناحية دي برضو ممكن تقول لك انا نجحت، او مش عارفة ممكن يقولوا ايه، بس عموما يعني نفس السياق. ادي 3 اماكن مختلفة في نفس البلد بيتكلموا بطريقة مختلفة، وكل محافظة تقريبا عندنا ليها الاكسنت الخاصة بيها، وبيعرفوا بعض كمان بيها. يعني دي حاجة بتميزهم مش بتقل منهم. طيب هل الاكسنت بعد كل اللي قلناه ده مهمة ولا لا؟ لا طبعا مش مهمة، او بالنسبة لي مش مهمة، والناس كتير كمان بيتكلموا زيي ورأيهم زي رأيي. يعني انا مش بتفزلك وخلاص، لان ده قلنا ان ليه سبب جغرافي زي ما قلنا، وملناش يد فيها خالص، ولا المفروض اننا نسيب كل حاجة في الانجليش ونمسك في الاكسنت زي ما ناس كتير بتعمل. يعني سايبة جرامر، سايبة ستراكشر، سايبة فوكاب، وبس عايزة تتعلم الطريقة اللي هو دي عشان تحس ان هي ايه، فتك قوي وعارفة تتكلم انجليش. طيب يعني من الاخر مفيش حاجة اسمها اتكلم بريتش، عشان جوه انجلترا في تنوع في الاكسنت، ما بالك بقى اليو كي كلها. من رأيي المهم مش انك تتكلم British accent or American accent، المهم انك تسمع وتتفرج على افلام وفيديوز يكون متاح فيها السبتايتلز. السبتايتلز اللي هو الكلام بيتكتب تحت الفيديو، يعني لما حد بيتكلم الكلام بتاعه بيتكتب قدامه عشان تميز الكلام اللي بيتقال واللي بيتكتب. وده مش عشان تتكلم كمان بيه، ده عشان تميزه وودنك تعرفه. لو قابلت حد بيتكلم بالاكسنت دي تعرف تتواصل معاه وتفهم هو بيقول ايه وتفهم طريقته في الكلام. وحطها عليك كده، لو واحد صعيدي بيكلمك وبيسألك على حاجة لازم ترد عليه بنفس طريقته ولا هترد بطريقتك؟ اكتبولي في الكومنتس ايه اكتر لهجة سمعتوها عندنا في مصر مش برا كانت غريبة قوي على ودنكم. See you next time.